عملية استئصال ورم في الكلية. الورم هذا عبارة عن 4 سنتي موجود في لب الكلية من الداخل من الخلف قريب عن الشرايين والأوردة. طبعا فضل من رب العالمين والاستعانة بالتقنية الحديثة اللي هي الطباعة ثلاثية الأبعاد قدرنا نعمل مجسم لكلية المريضة الحقيقية مع الورم اللي موجود، وبالتالي قدرنا نخطط للعملية بشكل دقيق وصحيح لاستئصال هالورم من غير الحاجة لاستئصال الكلية. الطاقم الطبي عادة يلجأ للاستئصال الكامل للكلية، ولكن بفضل من رب العالمين وتوفيق من عنده قدرنا نستأصل فقط الورم اللي موجود في الكلية، والحمد لله رب العالمين حالة المريضة مستقرة، وخلال أيام إن شاء الله راح تغادر مستشفى دبي وترجع للبيت.